الحلقه دي يا جماعه حلقه نوعيه تهم كل واحد هيتفرج عليا فيها. في ناس هتحبني في الحلقه دي قوي وفي ناس تانية مش هتحبني، عشان خاطر انا ههد الاسعار المره دي. عارفين يعني ايه هد الاسعار؟ يعني انا هجيب لكم كل حاجه بسعرها الحقيقي الجمله، هعرفكم ازاي تشتروا حاجات دراسيه بتاعتكم وبتاعت اولادكم برخص التراب. هنا في الفجاله موجود كل حاجه من الابره للصاروخ. اهلا بيكم في حلقه جديده من فتح شوق. احنا هنا يا جماعه في عقر دار الكشكول والكراسه، هعرفكم كل حاجه عن الكراسه والكشكول. عم احمد معانا هيقول لكم على كل الاسئله اللي بتدور في ذهنكم. الكشكول عندك بيبدا من كام ورقه؟ وورينا كده يا عم احمد. بص عليك، في كراس. نبدا بالكراس. الكراس ده دي دسته كام ورقه؟ كام واحده؟ في 20 واحده. 20 واحده ده مبدئيا. تمام. انت عندك بتاع اللي بتغلف؟ عندك البتاع اللي بتغلف البتاع دي هنا؟ عايز تفتحها عادي. انا عايز افتحها بس للناس. بصوا يا جماعه هوريكم ايه يعني عملي اهو. احنا فتحنا هنا. بصوا ده كشكول اللي هو مسطر 9 سطور بتاع الكراسه. 9 سطور. كراسه 9 سطور بتاع الحضانه. ده في 20. في 20 كراسه. 20 كراسه بكام؟ كراسه 28 ورقه. كراسه 28 ورقه بكام بقى؟ 70 جنيه. كام؟ 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. تمام، حلو قوي. اللي زيه بقى انجليزي. كل الاصناف بنفس السعر. كل نفس السعر. كل الكراريس كان بقى انجليزي عربي 9 اسطر مش عارف ايه كله نفس السعر. مربعات اللي هو بتاع الحساب ده ب 70 جنيه بالظبط. في 20 كراسه، الكراسه فيها 28 ورقه. الكراسه ال 9 اسطر يا جماعه 28 ورقه واقفه ب 3 جنيه ونص. ايا كان بقى انجليزي مسطر مربعات 9 اسطر. كل حاجه بقى يعني اسعار ده كل حاجه هتلاقيها واقفه ب 3 جنيه ونص. نخش على الكشكول. الناس هتسالني عن الكشكول. اتفرج كده على الخامه. بصوا يا جماعه خامه نظيفه ابيض زي الشمس، وفي ورق بتكتب عليه يتقطع بس ده ما اعتقدش ان هو كده خالص. لا بصوا الخامه محترمه. كشكول ده 56 ورقه. 56 ورقه. الباكيته كلها فيها كام واحده؟ 10. 10 كشاكيل يعني 60 جنيه. 60 جنيه الواحد ب 6. يعني الواحد ب 6 جنيه. تمام حلو. الكشكول الاعلى من ده اللي هو مش 6 من 56 اكتر. 76. 76 ده كشكول 76 ورقه. بسم الله ما شاء الله. كشكول نضيف والله. والله كشكول نضيف مكتوب عليه صناعه مصريه. كشكول نضيف. 76 ورقه. الباكيته فيها كام واحده يا عم احمد؟ فيها 10. 10. 90 جنيه. الواحد واقف كده 9 جنيه صح؟ اهو 9 جنيه. كشكول اهو. الاكبر من ده؟ 96 ورقه. ده 96 ورقه. معلش بقى احنا عاملين نفتح لك. ولا يهمك خالص. يقول لك العينه بينه. ايوه بس انا بحب دايما ايه اوريهم الجمهور يشوف. حبايبي الجمهوري بصوا يا جماعه ده 96 ورقه يعني قولوا 100 ورقه يعني 100 الا 4 ورقات. ده الكشكول اهو من جوه. انا بجيب لكم الحاجات الجمله. الباكيته فيها كام واحده؟ فيها 8. 8 بكام الواحده؟ الكشكول واقف بكام كده؟ زي الباكيته دي تبقى 90 جنيه. 90 جنيه يعني الواحده واقفه ب 10 الا 9 ونص مثلا. 9 جنيه ونص 100 ورقه. مش هنسى برضه اوريكم الكشكول ابو سلك اللي هو بتاع الجامعه بقى وبتاع المدارس برضه. المدارس ده كام ورقه وبكام؟ ده 96 ورقه ب 27 جنيه. دي 80 ورقه. ده 80 ورقه 25. 25 جنيه. 140 يعني ده 80 ده كام؟ ده 100. ده 100؟ 100 ده ابو 27 جنيه. ده 140 ورقه اهو. 140 ورقه بكام ده؟ 45. تعالى اسلم كده كام؟ 45. 45 ده 140 ورقه. وفي بقى في كشاكيل دبوس زي كده. وريني كشكول الدبوس ده بيتباع بالباكت كده. تعالى كده اسلم. ده كشكول دبوس. افتح لنا واحد كده وريه لهم الدبوس ده عامل ازاي يا عم احمد. بلاستيك الغلاف بتاعه بلاستيك. ده كام ورقه؟ ده 96 ورقه. 96 بكام؟ 27 جنيه. 27 جنيه كشكول دبوس والله فخم وجميل. فخم وجميل اهو. الله عليك. الله الله الله. الثلج المشبر ده طبيعي صح؟ ايه فايده الطمر دي بقى يا محمد؟ ده كركديه مش تمر. ده كويس للطمر. كركديه يختلف عن التمر؟ الله طعمه جميل قوي. طعم غير الكركديه يا عم احمد. احلى واحد في حياتي. ضغط مرتفع تشرب شويه من دول بعد الحر مع الشاي والقهوه طول النهار عشان احنا في الشارع بيخلي الضغط يهدى.